معشر المجندين والمجندات، بعد استكمال تدريبكم العسكري الأولي ستنتقلون إلى المرحلة الثانية من الخدمة العسكرية. تنفيذا للأوامر الملكية السامية لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، احتفل اليوم كما عاينتم المجندون بنهاية مرحلة التكوين الأساسي للفوج 37، والتي من خلالها أظهر المجندون حسن الانضباط والروح الوطنية العالية وقوة العزيمة. هذه المرحلة تضمنت أنشطة رياضية عسكرية ومدنية، إضافة إلى خرجة ميدانية أدركها من خلالها المجندون كيفية التأقلم مع الظروف المناخية والقيام بتمارين عسكرية مختلفة. إدماجي بصفوف القوات المسلحة الملكية سنة 2019 بالمركز السابع للتكوين المجندي البحرية الملكية، بحكم التجربة التي مررت بها فيما يخص التدريب والتكوين اكتسبت مجموعة من المهارات التي خولت لي أن أكون من المؤثرات للفوز 37 للخدمة العسكرية. هذه التجربة ساعدتني بزاف باش نكون قريبة من المجندات بحكم معرفتي المسبقة من الانشغالات ديالهم، وكذا إيجاد حلول مناسبة للمشاكل اللي تقدر تواجههم في فترة التكوين. اليوم يوم مميز، بالأخص احتفلنا بنهاية المرحلة الأولى للخدمة العسكرية للمدة ديالها 4 أشهر. في هذه المدة تعلمنا بزاف الحوايج اللي شبه مستحيل نتعلموها في حياتنا العادية، وأهم هذه الحوايج الانضباط والاحترام والحس بالمسؤولية، وكذلك تعلمنا نتعايشوا مع الجماعة من مختلف المناطق. أولا قبل كل شيء أود أن أشكر جلالة الملك محمد السادس قائد الأعلى ورئيس الأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية على هذه الفرصة والمبادرة اللي خلونا نندمجوا ضمن صفوف القوات المسلحة الملكية.